معايا ابطال من ذهب، معايا ابطال انا بستمتع معاهم بصراحه. يعني الحلقه لما بيقولوا لي ان جاي لعبه السكواش جايه معايا، انا بكون سعيد جدا بيهم. ليه؟ لانهم فعلا بيحققوا بطولات وانجازات قويه جدا للنادي الاهلي. من ساعه ما كابتن ناصر زهران جه ما شاء الله، اللهم لا حسد، يعني البطولات بتنهال على النادي الاهلي، ودي حاجه بصراحه بتسعدني انا شخصيا، وبالذات غير البطولات المحليه، البطولات الدوليه والبطولات الكبيره زي بطوله البريتش اوبن. يعني دي بطوله من اكبر بطولات السكواش في العالم، كل لعيبه من كل انحاء العالم بيروحوها، فدي حاجه كانت مهمه جدا نكون متواجدين معانا النهارده ابطال كبار. اصغر واحده هقعد معاها في الاستوديو ده هي كابتن امينه عرفي اللي مشرفاني ومنوراني النهارده. كابتن امينه ازيك؟ الحمد لله. الف مبروك على البطوله. الله يبارك في حضرتك. ومعايا كابتن يعني ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، كابتن مصطفى عسل من بطوله لاخرى، والتدرج في المستوى عفوا، والتدرج في المستوى والصعود ان شاء الله باذن الله. انا بقول كده باذن الله لبطل العالم قريبا ورقم واحد في العالم، كابتن مصطفى عسل الف مبروك. الله يبارك فيك، منورني دايما النهارده والله. بجد لما بقول لي مصطفى عسل ببقى سعيد. ليه؟ بعرف في بطوله جات لي خلاص. صح كده؟ ربنا يكرمك يا مصطفى ان شاء الله. ومعانا صاحب الانجاز اللي هو اساسي في الانجاز، كابتن ناصر زهران زميلي وصديقي العزيز ورئيس جهاز السكواش في النادي الاهلي. كابتن ناصر مساء الخير. كابتن خير، انا متشكر جدا على التقديم الجميل ديت، يعني واحنا بنبقى سعداء زي ما انت سعيد معانا طبعا. والله سعيد جدا جدا جدا. وخليني ايه نبدا الحوار مع حضرتك، قول لنا بطوله البريتش اوبن هي بطوله من البطولات القويه جدا في العالم، مظبوط؟ تمام، هي بيصنفوها من هي يمكن في نفس مستوى بطولات العالم بتنظم، ان هي دي اكبر بطوله او اول بطوله للناشئين اتعملت على مستوى الاسكواش، هي بطوله البريتش اوبن ديت، وبيشارك فيها جميع دول العالم. بتبدا من 11 سنه لغايه 19 سنه بنات واولاد. الكل بيسعى ان هو بيحصل على الرقم دوت، ان بيحصل على رقم البريتش اوبن ده يعني هو رقم واحد على العالم. وبناء عليه اللعيبه كلها بيحاولوا ان هم يشاركوا فيهم في جميع انحاء العالم. ويمكن الحمد لله اللعيبه المصريين ولعيبه النادي الاهلي بالذات السنه دي كانوا ليهم انجاز كبير جدا الحمد لله. قول لي امينه انجازها ايه؟ لا دي امينه مش انجاز، دي انجازات. 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 طب خلينا نقول هي امينه كم سنه؟ انا 11. 11 سنه، وكسبتي السنه اللي فاتت تحت 11، وكسبتي ما شاء الله السنه دي تحت 13 سنه، صح؟ قولي لي شعورك ايه؟ بالفرحه اكيد. يعني بتفرحي بالبطوله ولا بنعمل ايه؟ يعني انت اكيد الفرحه دي فرحه مختلفه، صح؟ حاجه كويسه قوي. طب قولي لي قبل البطوله بنعمل ايه عشان تفرحي في البطوله وتبقي مبسوطه بالميداليه اللي انت لابساها النهارده معانا؟ لازم اتدرب جامد جدا. عايز اولا بص، عايز اقول حاجه كويسه جدا، احنا مش قاعدين على الهوا. انا عارف كده ولا حاجه خالص، احنا قاعدين انا وانت قاعده بنتكلم فيها خلاص. تمام صح. قولي لي بقى. لازم اتمرن كويس جدا 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 جدا. عندك روح وحماس كابتن ناصر، روح وحماسها جامد. امينه من الناس اللي هي طموحها عالي قوي ما شاء الله. التزام جامد جدا. عندها عزيمه وقوه واراده رهيبه جدا. واضح كلامها جدا 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 بجد، يعني التركيز عالي قوي. عارفه هي عايزه ايه وهدفها ايه وعايزه توصل لايه. فدوت بتسهلك انت الماموريه كرئيس جهاز او كمدربين اللي بيشرفوا على تدريبها، ان هي فعلا تحقق المطلوب منها. وبالعكس يمكن امينه لسه طالعه السنه اللي فاتت من 11 سنه وبتلعب النهارده في 13 سنه وتكسب البطوله، وعندها السنه الجايه كمان 13 سنه. امينه في خلال السنه دي كلها كسبانه ناس اكبر منها في السن، اصغر لعيبه عن تالي تحصل على بطوله 13 سنه في تاريخ البريتش اوبن هي ديت 11 سنه. لما تحط اسم امينه عرفي قالوا لي هي معجزه في السكواش، الكلام ده مظبوط؟ ربنا يطول في عمري في عمرك ان شاء الله. وبقول لك ان شاء الله اميره دي مشروع بطل عالمي. بطل عالمي. بطل عالم، يعني الاثنين مش اقل من بعض. يعني النهارده مصطفى بطل عالم 19 سنه، امينه النهارده بطل البريتش اوبن تحت 13 سنه. والبطوله رقم واحد في العالم وكسبانه ناس كتير، فالموضوع مختلف. طبعا يعني هو الاهلي اداهم قوه دفع جدا طبعا. خلاص خلينا كابتن مصطفى قول لي بطوله بريطانيا بتمثل ليك ايه النهارده؟ لا طبعا حاجه كبيره جدا. دي الاولى ولا الثانيه ليك؟ لا دي الاولى. دي اول 19. ولا تحت 17؟ ما انا خدت السنه اللي فاتت تحت 17. ايوه ما انا عايزك تقول للناس بقى ان في بطوله 17. في بطوله يعني عايزك تعرف برضه لازم. لا حاجه كبيره ليا طبعا. البريتش اوبن دي يعني احسن بطوله بتتلعب بعد بطوله العالم عندنا تحت 19، يعني بطوله مهمه جدا للاتحاد ولينا كلنا.
تنظيم كبير جدا من الاتحاد الصراحة، أحسن بطولة شفتها في الاتحاد تنظيميا. يعني كنا متوفر كل حاجة موجودة والنظام كان تحفة. بس طب قول لي إيه الفرق بين بريتش أوبن وأي بطولة تانية تلعبها؟ في فرق طبعا، كل أبطال العالم لعبوها، وبطولة طبعا الاتحاد منه يعني طبعا قبل ما اتولد، ويعني في الناس كلها بتلعبها، واكيد كابتن نصر يعني عارف طبعا البطوله دي من امتى يعني. طول عمري عارف البيتش اوبن. فهي بطوله طبعا كبيره، ويعني ليها قيمه كويسه. امينه، خلينا نبدا معاكي الحوار من ساعه ما دخلتي ملعب السكواش. عايز اعرف وصلتي ملعب السكواش ازاي؟ ايه اللي خليك تلعبي سكواش؟ ايه اللي وداكي؟ بابا، ماما، انتي لعبتي قبل كده ايه؟ قولي لي. في الاول بس كنت بلعب سباحه. كلنا واحنا صغيرين لعبنا سباحه. صح، زي بعضينا يعني. كويس. مش عشان حاجه، بس عشان اتعلم سباحه يعني. بعديها كانت يعني ماما وبابا كانوا بيدوروا على لعبه تانية العبها. كويس. ف انا شفت بطله عالم. هايل. مين بطلة العالم اللي شفتيها؟ قولي لي اسمها. شفت أمنية. كويس، هايل. وهي بتلعب في نادي الجزيرة، عشان أنا كنت أمنية عبد القوي. كويس. فاتفرجت حبة وقلت عايزة أجرب اللعب بس. وبابا وماما قالوا لك إيه ساعتها؟ شجعوني طبعا. يعني هتبتدي مش هتجيب الكورة في الموضوع، فقلت عايزة أجرب. كويس. ولما نزلت ملعب سكواش ها ايش عمرك؟ بدأت ألعب بقى. بدأت بقى لقيتي نفسك، هم بيقولوا لك الكورة مش تيجي في المضرب، والكورة جت في المضرب. بس يعني طبعا مش صح قوي يعني، بس مشيت الأمور وبدأت السكواش. هاي كابتن، البداياتها كانت في السباحة زي أي لعيبة صغيرة، بس وصلت ملعب السكواش، ولما شافت بطلة عالم، هو ده اللي بنقوله دايما، لما تشوف أبطال العالم وأبطال عندنا، في ولاد صغيرة بياخدوا نفس الطريق. اكيد طبعا، يمكن كل واحد بيبقى ليه كده مثل او عايز يبقى زيه، ويمكن هي حظها طبعا ان هي شافت امنيه عبد القوي. امنيه عبد القوي من اللعيبه الموهوبين اللي هم عملوا تاريخ لمصر كبير جدا طبعا، ف حاجه جميله جدا ان هي تكون مثلها امنيه عبد القوي. هي طبعا البدايه بتاعتها السكواش، وفي نفس اللحظه ديت يعني هي وراها اب وراها ام بحي يعني مضحيين بوقتهم، وبيحاولوا تعمل بيبقوا سند ليها في كل حاجه، بيحضروا لها المذاكره، بيحضروا لها امتحانات، بتطلع من المدرسه على طول، بيبقى شنطه المضارب معاها حطها في العربيه عشان تروح تلحق تعمل المضرب. كم مضرب قول لي؟ كم مضرب؟ ما كم مضرب معاك؟ معاك كم مضرب؟ معاك في مضرب قد ايه؟ كتير قوي. مش عايزه تقولي خلاص. مش مشكله. كتير. لا، وهي عندها يعني الحمد لله امير يمكن من اصغر الاعباد اللي عندها سبونسر دلوقتي يعني الحمد لله. ما شاء الله. يعني عندها شركه دلوب بتاعه المضارب بتلعب بيها. ما شاء الله. عندها سبونسر كويس جدا، فيعني الحمد لله هي واخده التراك بتاع اللعيب البروفيشنال، وعارفه هي عايزه ايه بالظبط، وهتبقى انا بقول لك ان شاء الله في القريب العاجل هتسمع. بس انا هجيب لك في الكلام شويه بس انا هخليها تتكلم. هناخدها انا عارف ان بيسخن في الاخر. مصطفى قول لي، بطوله البريتش اوبن اكيد في ماتشات قويه جدا عدت عليك، ايه الماتش القوي الصعب اللي انت كنت حاسس ان انت ايه؟ لا، لعبت ماتشات من اول ماتش كابتن ناصر. كابتن ناصر معاك في كل ماتش، وكابتن احمد عرفت برضه قاعدين، احنا وكابتن احمد عاني كلنا قاعدين يعني. اول ماتش حتى كابتن ناصر بيقول لي ايه الماتش ده، يعني انا داخل اول ماتش هم عايزين يلعبوا يعني، هم داخلين بقى ما حدش فارق معاهم ويلا بقى. فلعبت واحد مكسيكي في الاول كده، مش عارف بيجيب الكور منين وكده. انت احساسك كده بتحط كوره في المقتل زي ما بيقولوا في حته صعبه جدا وهو بيجيبها. لا، ما كنتش متوقع ان هو اول ماتش هيبقى بالمنظر ده. وتاني ماتش برده ما كنتش متوقع ان هو بيبقى بالمنظر ده، وتالت ماتش يعني خدت درو كده بطوله خدته. لا، كله ماتشات جامده، كلها ماتشات جامده، كلها يعني. كان ممكن اسهل واحد شويه، كان في الكوارتر مثلا كان في 8 كان اسهل واحد، بس يعني كان الماتشات كلها كانت رخمه يعني. واخد سكه كده كان سكه كانت صعبه يعني. هل ده تقدم للسكواش في العالم ولا ده عشان دخله قريب الاولمبيات؟ هو تقدم، بس ان مصطفى كل اي لعيب بيلعب مع بطل العالم او بطل مصنف رقم واحد بيبقى اللاعب مش خسران حاجه.
هو مصطفى ما شاء الله كان مصنف رقم واحد في البطوله. اه فكل الناس اللي معاه عارف ان هو النهايه مصطفى هيكسب. فانا بلعب وانا مستريح نفسيا ومش ما بلعبش تحت ضغط. ومصطفى بدا بمكسيكي بعدين مع سويسري بعدين مع مصري بعدين مع انجليزي. يعني خدت التشكيله زي ما بيقولوا كده. يعني بيخش بتخش يا مصطفى المباراه المصري ازاي اللي لعبته؟ اعتقد دور الثمانية. عمر التركي في السيمي فاينل. في السيمي فاينل بتخش ازاي؟ بيتلعب لعيب مصري انت تعرفه وبينك وبينه علاقه كبيره، دخلت ازاي لعبت الماتش ده؟ لا وبيني وبين عمر يعني احنا اصحاب جدا يعني اساسا. انا وعمر اصحاب جدا ومسافر مع بعض ونروح مع بعض حتى في الاجازات وكده. بنتكلم مع بعض عادي قبل الماتش وبعد الماتش. بعد الماتش يعني على طول، حتى بعد الماتش رحنا خلصنا ورحنا رايحين نتعشى مع بعض عادي عادي خالص. بس هي بتبقى صعبه شويه، غير يعني بتحس كده احساس كده انا عايز العب الاجنبي اكتر احسن. يعني احسن من المصري كده. قولي لما بتكسب، لما انا لازم اسال السؤال ده بصراحه، بتكسب ايه اللي بيحصل بينك وبينه جوه الملعب؟ لما بكسب. لما بتكسب او تخسر يعني ايه اللي بيحصل معاه مع اصحابك ده بالذات مع عمر؟ ايه الاحساس؟ بتروح تطبطب عليه تتكلم؟ مش بتتكلموا مع بعض؟ بنتكلم مع بعض طبعا. ومثلا النهارده مثلا انا يعني كنت مثلا كنت ماشي معايا مثلا النهارده مثلا تسوش على بعض. يعني بس كده. النهارده كذا. يقول لي ليه كده، اقول له ليه كده، بس نقعد نهزر مع بعض عادي. هم قبل الماتش كانوا رايحين يتغدوا مع بعض، قابلتهم في الشارع وانا رايحين مع بعض، رايحين بعض يتغدوا. لا احنا انا وعمر كان يعني احنا الاثنين بالظبط احنا ممكن نهزر جوه الماتش عادي. يعني انا في فاينل السنه اللي فاتت كنا بنهزر جوه الملعب ماتش عادي بالذات انا وعمر. بالذات انا وعمر. انا مش قادر احس بالموضوع. الموضوع صعب. الموضوع صعب بس هو بس يعني منافسه 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 بس يعني ممكن الماتشات بتنشن شويه او ممكن احنا مثلا نكون متنشنين او مش في سفريه وجايين من هنا يعني على مصر ممكن تكون في كده. لكن ما نكون بسفريه مع بعض ممكن نهزر عادي. طب مصطفى لعب مع عمر وده صاحبه، هي لعبت مع فيروز الفاينل مظبوط؟ فيروز من عندنا من نادي ولا لا؟ فيروز من نادي سبورتنج. نادي سبورتنج اسكندريه طبعا. دي بتبقى منافسه بقى غير مصطفى وعمر تركي. غير مصطفى طبعا. لا لا ايه بقى ايه هو قالت لا 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 عايزه ترد. قولي لي بقى، فيروز لعيبه مصريه زيك وبتلعب معاكي فاينل، قابلتي ده ازاي؟ قولي لي. هو كان عادي عشان قبليها دور الثمانيه انا كنت واخده كل المصريين ما شاء الله في الثمانيه. لا برافو عليك عجبتني. بص خدت الباك هاند دي. الباك هاند دي عايزك ايه على طول؟ اتفضلي. في الثمانيه كان بنت اسمها ملك. كويس قوي، احكي لي بقى من اول دور عشان انت حافظه. ده اول مين اول ماتش كده؟ من اول دور في البطوله؟ لو سمحتي. اول دور يعني كان ماتش ايه؟ سهل كويس؟ مفيش خالص. سهل. مع مين؟ ما شاء الله مع مين؟ ما بنت من استراليا. استراليا هايل. تاني ماتش بس نازله ومتحفزه وكسبانه ما لناش دعوه. مستوى قليل مستوى عالي. ايوه ماليش دعوه. 11-0 على طول ولا ايه؟ ما شاء الله. هو شفت العرض ازاي؟ حافظ. قولي لي. بعديها تاني ماتش دور ال 16 كويس. دخلت مع بنت من امريكا. هايل. بس البنت المصريه اقوى. صح كده؟ ايوه بس هي عليك. يعني بس هي كانت برضه صعبه شويه. صعبه. ايه عشان مش متعوده ان انا العب حد من بره. كويس. كويس يعني. هايل. فا يعني الاول كان 11-8 وبعديها بقى 11-5 و4. كويس خلصنا الجيم. خلصنا. وعدينا الامريكيه. خش على اللي بعده. خش على اللي بعده بقى. المصري. المصري مين كانت المصريه كانت قدامك؟ ملك خالد علي. كويس. النادي ايه؟ انتوا صحاب؟ كويس. هايل. تمشي يعني. بس جوه الملعب يعني مفيش صحاب عندك. انت شكلك جوه الملعب لو انت كابتن ناصر مش هتعرفيه. صح كده؟ هتاكلني والله. هي صح؟ ما فيهاش زي قبل كده؟ لا مش عايز، انا خايف منها اصلا. عايز تعبيني. هتقطعني اصلا. طب وصلنا دور الثمانيه وقابلنا ملك. والماتش كان بالنسبه لك سهل ولا صعب؟ هو انا كنت اول جيم داخله مغضوضه شويه عشان بدانا نطلع لفوق. مع اني كنت يعني كنت خايفه على المركز عشان انا رقم واحد مصنفه واحد ما شاء الله. وكنت يعني بلعب على ملعب الازاز وانا مش متعوده عليه فما كنتش شايفه الكوره خالص. بس حلو ملعب الازاز صح؟ متعه. نفسي اجربه. لو لعبتك مين هيكسب انا ولا انت؟ ها؟ انا. انت طبعا شكلك انا. كابتن جميله وعندها فعلا احساس البطل وعندها اللي هي تقدر تروح لقدام، شايفها ازاي في المستقبل؟ انا شايفها بالطريقه اللي ماشيه بيها طبعا ان شاء الله. ويمكن احنا كنادي اهلي عندها كابتن اسلام عادل بحب اشكره يعني على المجهود اللي هو بذله معايا خلال الفتره اللي فاتت ديت.
وكابتن الفيتنس الخاص بتاعه برضو ما ينساش دوره طبعا. اسمه ايه كابتن عبد الفتاح نعيم. كابتن عبد الفتاح نعيم كويس قوي. برافو عليك. طبعا ده لازم نشكرهم انهم عاملين دور كبير قوي مع امينه. واحنا اللي جاي ان شاء الله احنا بنحاول نركز ان احنا نعمل لها برنامج معين ان شاء الله مع المدربين، هنزود لها الجرعات التدريبيه شويه، وان شاء الله هي عندها استعداد ان هي بتموت في التمرين وبتحب التمرين جدا، فان شاء الله اللي جاي هيكون افضل ليها باذن الله بالاتفاق مع المدربين بتوعها. نشوف البرنامج نعمله ايه طبعا مع وبابا وماما عشان ما يجيش انا ما نهمش. لا لسه انت بتجري لي اسئله يا كابتن، لسه قدامها كتير. لسه قاعدين مع امينه كابتن مصطفى النهارده جاي يضيف بس معانا. انا ضيف هو اسمه النهارده. طب قول لي يا مصطفى الواجهه الجايه ايه؟ ايه البطولات اللي جايه ان شاء الله؟ انا ما حطيتش بطولات في شهر واحد الشهر ده يعني، عشان عايز اريح شويه عشان بطوله العالم ان شاء الله الكبار هتتلعب في شهر 2 اخر 2، فقلت ايه، قلت ان انا يعني عايز اريح شويه اتمرن شويه الشهر ده عشان كان الفتره اللي فاتت كلها لعب لعب لعب، فقلت العب بريتش اوبن واريح اقعد لي شهر ونص كده في مصر اتمرن وان شاء الله على بطوله العالم بقى الكبار بقى ان شاء الله. بطوله العالم الكبار هنقعد على بطوله العالم الكبار وهنخرج فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. وقفنا قبل الفاصل على مع كابتن مصطفى عسل وبنتكلم على البطوله اللي جايه عنده، قال هي بطوله العالم وهو بيستعد لبطوله العالم. هنشوف كابتن مصطفى عسل بيستعد لبطوله العالم للرجال ازاي. بطوله مهمه وبطوله قويه اكيد بتحسن مكانه في الترتيب العالمي لكابتن مصطفى عسل. كابتن مصطفى البطوله اللي جايه اعتقد بطوله مهمه بالنسبه لك. طبعا بطوله مهمه جدا، يعني انا من اول سيزون كنت بحاول ان انا اخش في التوب 50 كده عشان اعرف العب البطولات اللي انا عايزها، احط البطولات اللي انا عايزها العبها، فالحمد لله وصلت ليها وان شاء الله يعني عامل فيها حاجه كويسه. لعبت البريتش اوبن دلوقتي ودلوقتي يعني مع التمرين بقى شويه ورايح شويه، ريحت شويه وبعد البريتش اوبن ورجعت اتمرن تاني، وواحده واحده العب بطوله الاهلي ان شاء الله، وبعد الاهلي بقى على بطوله العالم ان شاء الله باذن الله يا كابتن مصطفى. وان شاء الله برضو مستنيك، خلي بالك اجي لك ما فيهاش. كابتن ناصر بطوله الاهلي المفتوحه اللي هي خلاص بتشارف او كمان بالظبط هي المفروض ميعادها 7/2 كويس، بس احنا بنحاول نعدل الميعاد الى 2/2 ان شاء الله. ليه اشمعنى يعني عايزين نزودها ل 2/2؟ عشان 7/2 هتخلص من 12/2، فاحنا تمني بطوله الاهلي بنعملها في اجازه نص السنه كويس، فلو بدانا 7 هيبقى السيمي فاينل والفاينل دخلت الدراسه فتبقى ضغط على اللعيبه. تبع بلعب النادي الاهلي في الجزيره. بالجزيره فاحنا طلبنا التعديل على هذا الاساس يعني ان شاء الله الاتحاد باذن الله عملنا جواب الاتحاد في صاد ان هو يوافق لنا على البطوله ديت ان شاء الله طبعا. امينه وقفنا عند دور كام؟ الثمانية. شفتي كويس، فاكره كويس. عملنا ايه في دور الاربعه؟ كنت بلعب من سبورتنج كويس اسمها نور اسلام. هايل. الماتش كان سهل؟ صعب؟ هي صعبته على نفسها شويه. انا صعبه. لا استني بس استني قول لي عملت ايه الاول عشان اعرف اجيبها. هي صعبته على نفسها ان هي كانت قلقانه قبل الماتش شويه. هي عندها ثقه ويمكن هي لعبت معاها قبل كده يعني كسبها قبل كده كذا مره مش مره واحده. وكانت 3-0 يعني، فهي يمكن هي دخلت اول جيم قلقانه شويه فراح منها اول جيم. لكن نزل بعد كده بقى امين خلصت التمرين بتاعنا. خلصت عليها. خسرت ده الجيم الوحيد اللي انت خسرتيه في البطوله. صح مظبوط. شفتي كده انا عارف ازاي؟ جايب ذاكر كويس ليك. قولي ده خسرتي جيم وكسبتي 3 جيم بعديها مظبوط؟ ودخلتي الفاينل قابلتي فيروز. قابلتي الموضوع ازاي وانت بتلعبي فاينل ونفسك تكسبي كسبانه قبل كده بطوله؟ فقولي لي كنت حاسه بايه وانت داخله الملعب؟ لا هو انا قلت لنفسي مش هينفع ان احنا نخاف زي امبارح يعني واول امبارح. لا بس قبل ده احنا قعدنا فوق وعملنا ايه؟ قعدنا. لا قولي لي كل حاجه. قعدنا كنا نتفرج كان بعد الماتش بتاع السيمي فاينل قعدنا عشان نتفرج على ماتش فيروز وبنت سلمى. كويس هايل. فالكابتن ناصر كان بيقول لي شويه حاجات هي بتعملها غلط او نقط ضعفها عشان اعب عليها هايل في الماتش الفاينل ان شاء الله بقى بكره. كويس
كابتن ناصر ذكرناها، قلت لها نقطه الضعف، عملت ايه في الماتش؟ هي نفذت، هي كنا يعني احنا حظنا حلو ان هي الماتشها كان بعد ماتش امينه فطلعنا قعدنا فوق في حته بيت خالص، كان بابانا معاها وهي كانت زعلانه من نفسها قوي عشان كانت لعبه سيمي فاينل وخسرت الجيم ده، فكانت زعلانه جدا ووصلت انها قعدت تعيط على جنب كده عشان خسرت الجيم ده، زعلانه. فاخدناها رحت قعدنا كده في كافيه انا وهي مع بعض قبل الماتش بشويه كده، اهددها شويه وقلت لها البطل ما يلعب وحش بس في النهايه بيكسب يبقى هو ده البطل. اقول لك صراحه انا اول مره اقعد معاها لكن انا حاسس ان هي عظيمه في الملعب. لا جامده صراحه، جامده جدا، عندها روح وحماس قوي. جامده صح. هاجي لك العب معاكي مخصوص. قولي لي دور بابا وماما في معاكي، ليكي اخوات؟ اخت صغيره نازلي بتلعب سكواش؟ اه عشان خاطرك بقى. انت لعبت عشان خاطر كابتن امين عبد القوي وهي لعبت عشان خاطر كابتن امينه عرفي، صح كده؟ حلو قوي. بتلعبيها ولا مالكيش دعوه بيها؟ لا بلعبها طبعا. بتلعبيها انت اللي بتمرنيها يعني؟ صحيح. وانت مدربه ولا لعيبه؟ الاثنين. طب قولي لي بابا وماما بيعملوا معاكي ايه؟ بصراحه كل حاجه. ما هو كل حاجه لازم نقول تشكريهم، تقول لهم شكرا بابا، شكرا ماما، ماما شويه يعني، بابا شويه يعني، بابا تعبان قاعد بره الهواء يعني كده صح؟ وماما بص عليك، انا عايزك تبص على الكاميرا اللي قدامك. ايوه قولي لماما بقى، تقولي لها ايه لماما؟ لا شكرا على كل حاجه بس كده؟ تعبانه معاكي؟ جدا جدا جدا. ولا بابا؟ الاثنين. لا الاثنين الصراحه. طب مين الاثنين؟ مين اكتر بقى؟ ما هي بتفرق مثلا ساعات مثلا ماما بتبقى عندها شغل فهو اللي بيجي، وساعات بابا بيبقى عنده شغل فماما بتيجي. مين اكتر واحد بيساعدك على الالتزام والمواظبه والقصه دي كلها؟ بابا. شفتي؟ دي حاجة يعني واضحة جدا مظبوط. كابتن مصطفى السنة الجاية بتفكر برضو تروح برضو البيتش اوبن؟ والله دي حاجة بقى ترجع كابتن ناصر بقى ساعتها بقى ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني. هو انا يعني بلعب دلوقتي بي اس اي يعني بالنسبة لي يعني اهم حاجة حاليا يعني، بس طبعا بتشوف ان ده اسم كبير وان حد ياخد التايتل ده بالذات حتى تحت 19 دي حاجه كبيره. ف يعني انا نفسي العبها تاني واخدها تاني، ان انا قبل كده كنت دايما بخسر في الفاينلز يعني في تحت 13 وكده. ف انت كسبت ازاي لما جيت عندنا؟ خلي بالك انا كسبت. مش حلو عليك؟ مش حلو عليك مصطفى. الملاحظه اللي دايما في السكواش ان في لعيبه مصريين كتير ما شاء الله، اسماء رنانه في كل الانديه، بيعمل لك قلق الموضوع ده اللي انت طالع في وسط ابطال عالم ولا بتقدر تلاقي نفسك؟ لا الصراحه يعني هي الفتره الاخيره اتمرنت جامد يعني، و يعني اتمرنت جامد ان انا العب معاهم واقدر اخش معاهم وانافس معاهم جامد. هي بس حته بظبطها شويه اللي هي هي مش ولا سكواش ولا فيتنس ولا حاجه، موضوع الريكفري كده ازاي انام كويس واكل كويس واعمل كويس. دي طبعا حاجه يعني بظبطها مع مدربين. طبعا احب اشكر كابتن ناصر على الدعم الكبير ده، برده كان في دور الثمانيه برده كنت البطوله اللي فاتت دي، كنت يعني اول جيم كده بلعب وحش قوي قوي قوي، فقال لي على تركيه كده قال لي حط الكوره بقى شويه بقى، فدخلت ما خدتش 3 دقايق في الجيم ما فكرتش بالظبط على طول كده المكان اللي قالك عليه ملاعب السويسري ده لسه 8 على طول الماتش بقى، حتى يعني الماتش اتغير خالص. احب اشكر كابتن اسلام عادل وكابتن محمود عبد القادر طبعا ومجهود كبير منهم يعني الصراحه، وكابتن طبعا دكتور محمد الضفراوي. لا دكتور محمد الضفراوي مش هنساه، هو ده اللي بيعملك ريكفر ده كل حاجه. كابتن ناصر اكيد بطوله البريتش اوبن بطوله قويه وكبيره زي ما في لعيبه مصريين كتير بتسافر، شايف ان البطوله دي هتفرز ابطال عالم قريب جدا؟ هي بتفرز ومين بالذات في الناشئين يقدر يوصل لبطل العالم؟ مش عايز اقول ان انا يعني بقول مصطفى عسل، انا شايف هو بطل العالم اللي جاي، هو دوت اللي لانه بطل العالم بيكون اقرب واحد لسن 19 سنه عشان يطلع فوق يعني، لكن في اولاد صغيرين كتير، لكن طبعا لسه قدامهم مراحل كبيره جدا عبال ما يوصلوا للمرحله ديت. شايف برضو امين ان شاء الله في لو مشيت على نفس السيستم ونفس النظام اللي هي عاملاه دوت هتبقى من افضل اللاعبات على مستوى العالم ان شاء الله. برضو لان مصطفى حته برضو مصطفى دلوقتي بقى رقم 44 على العالم، رقم 44
دي في طفره بسيطه جدا، ما كملش لسه 6 شهور في البي اس اي اللي مشارك لسه يطلع ان شاء الله. انت بدأ عايزين نقول قدامه بدا متاخر قوي، بدا في الربعميات تقريبا مش كده؟ انا من شهر 5 اللي فات كنت 400 ما شاء الله مصطفى. فدي طفره جامده جدا لمصطفى طبعا، تحسب له يعني بجد والله. وبقى قلق بالنسبه للعيبه الكبار يعني، النهارده اللعيبه الكبار بيبقوا عاملين حساب مصطفى، والدليل على كده ان يمكن هو اصغر لاعب يوصل في بطوله بلاك بول اللي فاتت دي دور 16، كسب ناس مصنفه قبله في الترتيب وداهم يعني هارد جيم زي ما بيقولوا كده يعني، وكسب ولام علي فرج لو سكته في حته تانية كان ممكن يوصل للثمانية يعني. يوصل لدور الثمانية. مصطفى قول لي بتاخد الموضوع ازاي بالنسبه لك؟ قدامك ابطال مصريين كتير وكبار، بتاخدهم تدريجيا بتقول عايز اعدي رقم 10 عايز اعدي رقم 8 ولا بتعمل ايه بالظبط؟ لا صراحة يعني هي كل حاجه بقى على حسب الدرو بقى لما بيجي، بتقعد بقى تشوف بقى ايه ايه بقى هعمل ايه وكده. وطبعا الفرجه طبعا على اللعيبه طبعا على سكوش تي في كلها موجوده، فتقعد بقى قبل الماتش تشوفه ده هيعمل ايه وهيعمل كذا وهيعمل كذا. طبعا الجيم بيبقى رخم وممكن كل واحد ليه جيمه في في في, في السكوش، فتعرف تلعبه ازاي والتاكتكس تبقى عامله ازاي وكده، فدي بتبقى صعبه وبس بقى يعني بشتغل عليها قبل في التمرين وكده. تمام. امينه في سنه كام؟ ستة. كويس قوي. بنوفق ازاي بين الدراسه وبين التدريب؟ اكيد وانت بتروحي المدرسه الصبح وعندك تدريبات بعد الظهر ونوم وصحيان بدري ومدرسه اكيد انترناشونال سكول وهكذا، فيعني الموضوع بيلف معاك ازاي؟ يومك بتعملي فيه ايه؟ بصحى الصبح. حلو. بروح المدرسه، لما برجع بخلص الواجبات اللي عليا وانا رايحه التمرين في العربيه وانا راجعه التمرين في العربيه. يعني ما بتقعديش كده زي ما انا قاعد تذاكري؟ لا خالص في العربيه. او وساعات لما ما بقاش قادره او بيبقى حاجه صعبه بقى محتاجه ارسم واكتب. امين انت شايف؟ لا صح يا كابتن ناصر؟ شيء جدا صح. انا بقول لك طبعا بس عشان هي دايما التلفزيون مش عايزه تقول. شفت قالت لك لا طب بص قالت لك ايه؟ لا ما تقولش. لا ما تقولش. عايز اعرف قول لك يا كابتن بتعمل ايه؟ بص واضح عليها جدا، عارف ان هي لبط وشقيه وكل حاجه واضح عليها جدا. شقيه جدا. ايه؟ شوف كلنا شاهدنا. قول يا مصطفى بقى. بابا قاعد بره. قول يا مصطفى. اجيب بابا من بره؟ خش قول لي الحقيقه دلوقتي. قولي لي انت. ايه الحركه دي؟ احكي له على موقف. موقف كده عملت موقف كابتن مصطفى على معناها مواقف. موقف واحد شقاوه منك يعني ولا حاجه؟ ولا حاجه. وانت؟ لا ما فيش، ما شفتش من امينه بس من نظري اختها شفت كتير. نظري بقى قول لي بتعمل ايه نظري؟ لا رهيب نظري. نظري رهيب. ايه بقى؟ قول لي يا كابتن نظري. اول ما تيجي النادي عندنا على طول تطلع على المكتب عندي اديني ورقتين، عايز تعمل لي حاجات كده تطيرهم في الهواء وحاجات كده، وعايز ارسم وعايز احين. لا نظلي صعبه قوي يعني. لا هي دي طيبه فعلا. لسه في البيت. لسه بقول لها شوف لسه في البيت. ولسه في البيت بتعمل ايه في البيت؟ قولي لي. مره كان كنت انا بس انا كنت في مدرسه وهي كانت لسه صغيره ما بتروحش مدرسه. كويس. فبابا وماما كانوا قاعدين في الليفنج روم والمفتاح من بره. فقامت هي قافله عليهم وقافله بالمفتاح. نعم. وحبس بابا وماما. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعديها المفتاح معاها شالته بقى وحطه على الارض، وهي كانت لسه يعني لسه سنه سنه ونص. ما شاء الله عليك يا ناصر. اكبري وتعاليني مستنيك يا ناصر ان شاء الله. يعني انا مستنيك بصراحه. حلتوها ازاي؟ حلت ازاي دي؟ هو كان في عندنا باب الجنينه من الليفنج في باب وبتطلع وبتلف. كويس. الجنينه فهم فتحوا ولفوا. ولف. فطبعا ايه جم للباب وهي مستنياهم هناك عارفه عادي يعني مستنيه عادي. بيقول لها افتحي يلا يا نظري. تقول لهم لا مش هفتح. بدات منهم كده. لا طبعا هم خايفين عليها تدخل مطبخ طبعا وكده. فيعني طب وانت فين في الموضوع؟ انا في المدرسه. مالكيش دعوه بالموضوع. كل الموضوع لا بريئه. لا فعلا بصراحه يعني مش عارف بجد يعني كل ده شقاوه مظبوط؟ ولا يهمك. انا مبسوط بيكي جدا خلي بالك. والله يا امين انا مبسوط بيكي جدا. مصطفى قول لي لعيبه ماليزيا واللعب في ماليزيا او لعيبه ماليزيا بيتطوروا تطور كبير في السكواش. لا انا شايف صراحه تطور كبير شفته في البريتش اوبن السنه دي، بس الحمد لله احنا لميناه يعني. قدرنا ان احنا نلمه. حلو قوي لميناه ده مصطفى. يعني الحمد لله لحقناه. قبل ما كانت تحصل حاجه.
خلاص بقت اللعيبه واخده ثقه على المصريين اعتقد يعني حاليا. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ان احنا عندنا طبعا كابتن احمد قطعاني وكابتن هيثم في المنتخب، طبعا في مدربين تحت 13 تحت 15 المنتخب ان شاء الله يقدروا يقاوموا اللي بيحصل ده، ان في طبعا مصريين في امريكا، مدربين مصريين في امريكا، يعني في طفره حصلت كبيره في السكواش. في السكواش كابتن ناصر، ماليزيا خطر على اللعيبه المصريين، اللاعبين الماليزيين خطر على اللعيبه المصريين في المرحله اللي جايه لو ما خدناش بالنا، ولا ايه المطلوب نعمله بالظبط؟ طبعا يعني ماليزيا النهارده بتمثل قوه جامده جدا في اسيا وعلى مستوى العالم، يعني من سيدات وناشئين وناشئات ورجال بدأوا يخشوا جدا، ومع ماليزيا كمان امريكا بقت النهارده انت من 10 بطولات في البريتش اوبن خدت 5 وخدوا في 5 طروا مننا، يعني برضو ديت لازم نعمل حسابنا في اللي جاي. طبعا عايزه شغل جامد جدا، وبامانه برضو من خلال برنامجنا انا بشكر الجهاز الفني المنتخب على دعمه اللعيبه بتوع النادي الاهلي ووقفوا معاهم، كابتن احمد مطعاني بصراحه مشهور، كابتن احمد امين عاملين شغل عالي جدا مع اللعيبه بتوعنا طبعا يعني. فمن هنا طبعا احنا كنادي اهلي ما بننساش الدور للناس ديت، وبنشكرهم على رئيس اتحاد السكواش بنشكرهم جدا، رئيس البعثه كابتن اشرف عناوي من المهندس اشرف عناوي على الدور الكبير اللي عمله السنه دي، وبعد كميه مدربين كتار جدا عشان البعثه فيها اكثر من 50 لاعب، فكان الجهاز الفني للمنتخب مش هيقدر يعمل كاتشانه او يعمل خد من كل نادي حوالي واحد وعشان يسفرهم، فدي كانت لفته كبيره جدا منهم يشكروا عليها صحيه يعني، واول مره تحصل في تاريخ السكواش ان هذا الكم العدد يروح. طبعا والاداري اللي هو المدير التنفيذي بتاع الاتحاد الحاج سيد القماش قام بدور كبير جدا من متابعه وتصرفات اداريه كانت على اعلى مستوى. طبعا الناس كان في نيك ماسي بطل العالم الانجليزي قال منظر البعثه المصريه حاجه مشرفه وحاجه تفرح جدا، المنظر كان جميل جدا صراحه يعني. الحمد لله. امينه هرجع لك صديقتي العزيزه، كابتن كبير ليكي في السوشيال ميديا ولا ايه؟ لا مش لا 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 قولي لي اخبار السوشيال ميديا معاكي ايه؟ بتهزري عليها؟ كابتن مصطفى ليه فانز كتير على السوشيال ميديا مظبوط؟ وانت من فانز بتاع كابتن مصطفى؟ ما اعرفش. طب لعبتي كابتن مصطفى؟ حاولتي تلعبي كابتن مصطفى قبل كده؟ مره ايوه بالظبط مع اخوه في نادي الجزيره. طب وكابتن مصطفى ما حاولتيش تخشي معاه الملعب تلعبي خالص؟ تحبي لعبي كابتن مصطفى؟ هل بلعبه؟ طبعا عادي. مصطفى بتتطور تطور كبير ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد وربنا يحميك، اللي فعلا من 400 ل 44 التطور سريع، والسوشيال ميديا قريبه والاعلام يخش على مصطفى، الموضوع ده بيمثل لك ايه في حياتك؟ وانا مجنون شويه على السوشيال ميديا يعني عليا حاجات غريبه كده بس لا طبعا يعني بحاول هي بص هي حياتي الموبايل على حد ما يعني بقى لعبة فردية اكيد بعد اتكلم كتير واعمل كتير الحمد لله يعني كان من 500 يعني الحمد لله انا قدرت ان انا اعمل يعني لغايه 44 بس لسه ان شاء الله جاي احسن ان شاء الله احاول اختم السيزون ده ان شاء الله لغايه شهر 5 الجاي ولا حاجه ممكن توب 30 يعني اخش في 25 ان شاء الله ان شاء الله احاول اعمل كده ويا رب. كابتن ناصر شايف طموح عند مصطفى وامينه ازاي في المرحله الجايه؟ ده هم طموحهم عالي جدا ومالوش حدود بصراحه يعني فهو دوت اللي انا مبسوط منه جدا ان هم مش حاطين حاجه معينه، لا عايزين كل ما يوصلوا لمرحله بيبصوا للمرحله الاعلى والاعلى والاعلى لغايه ما توصل ان شاء الله اللي هم عايزينه. طبعا عايز اقول طبعا النادي الاهلي كان فيه 7 لعيبه بيلعبوا هناك في البريتش اوبن طبعا مش عايز انسى اسم فيهم طبعا ابراهيم الاباني خد رقم 5 الأبانة تحت 17 سنة، سيف الرفاعي خد الخامس برضه تحت 11 سنة، علي رحمة تاسع 11 سنة، علي التوخي 11 19 سنة، رنا هشام 12 تحت 19 سنة، دي بالنسبة لينا نتائج كبيرة جدا يمكن احنا من النادي اللي طلع 7 منه خدنا 2 أول والمراكز دوت من أفضل أحسن نتيجة اتعملت على مستوى الأندية هو عملها النادي الأهلي طبعا يعني دي البطولة طبعا دي مش عايز أقول يعني لأن بشكر كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة النادي يعني على إن هم لعيبة وهم مسافرين
ساهموا مساهمه ليهم ماليه هايله جدا. طبعا ديت دي مش النادي الوحيد اللي بيعمل كده. النادي الاهلي. النادي الاهلي مفيش هو طول عمره النادي الاهلي لازم يهتم بولاده حاجه طبعا يعني. الحمد لله طول عمره النادي الاهلي بيهتم بولاده ودي حاجه واجبه على مجلس اداره وتجاه لاعبين النادي الاهلي. خلينا نخرج لاخر فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.